انزل ليه؟ طب مين اللي ممكن تشتغلي معاه دلوقتي من اللي موجودين؟ انا انت عارفه ان انا العشر افلام الاخرانيين بتوعي انا انتجتهم لروحي، انتجتهم بس من خلال ايه؟ مش فلوسي يعني كلها، جزء توزيع خارجي على جزء من الفضائيات على جزء انا بحطه على اجري اللي باجله كل ده، فكنت بنتج. بس للاسف ان الافلام الاخيره حتى ما عملت كده ما جبتش فلوسي، حتى ما خدتش اجري تقريبا في الفيلم ده، غير الخساره اللي انا خسرتها يعني، لانه يمكن الوان افلامنا ما بقتش هي المطلوبه، يمكن في مشاكل في التوزيع، في مشاكل في العالم العربي كله. انت عارفه مشكله الدول العربيه كلها دلوقتي ما بتعرضش الافلام خلاص، كلها مشاكل يعني، ففي مشكله كبيره في السينما الحقيقه. انا عايزه اشاركك طيب لحظه مهمه جدا معانا هنا. ده كان تكريم عن ايه؟ عن اعمالي كلها، مجمل اعمالي. ده المهرجان القومي للسينما اللي هو المفروض ان هو الاوسكار بتاع السينما المصريه الحقيقيه، لانه ده بيقيم من السنة كلها وبيقيم الشخصيات اللي عملت اللي ليها دور في السينما المصرية. فطبعا كانوا طول عمرهم إيه؟ انا لا الجايزة وقعت اولا الجايزة طويلة قوي. حد عامل لك حاجة ولا لا 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 مش انت طالعة من يظهر من مش حسد يعني؟ حسد؟ لا لا مش حسد. بصي هو البتاع طويل قوي، التمثال طويل قوي ومحطوط مش على قاعدة يعني ولا حاجة. فوانا ودوني الكتاب اللي مكتوب عني، ودوني الجائزه، ودوني الشهاده، فكله على بعضه كتير. فوانا ماشي امسك ايه يا جماعه؟ امسك ايه ولا ايه؟ والمفروض اسلم عليهم كمان واحيي الجمهور. فطبعا ده اخر تكريم ليكي صح دلوقتي؟ ده يبدا من اسبوعين بس. انت فخوره بتاريخك كله؟ بلا شك، وكنت اتمنى يكون اكبر من كده يعني، عدد افلامي تكون اكبر. بس مين اللي ادى ايناس الدغيدي اول فرصه؟ يعني عايزه اقول لك انه في ناس تقول لك مثلا مين بلانا بيكي؟ شوفي الطريقه. مين بلا مين بلانا بايناس الدغيدي؟ انت مع مين؟ انا مع اللي معايا. انا جايه معاه وضد. انا بسال بس متخلف. انا مبسوطه الضمير. اللي قال كده متخلف اصلا. ما يقدرش يتابع افكار مين ايناس اول واحد الدغيدي. طيب طلع ايناس الدغيدي، سيبك من مين بلانا بيكي. مين ما هو كمنتج كان واصف فايز اللي هو طبعا انا كنت بشتغل معاه، كان منتج مهم جدا في الفتره دي، وانا كنت بشتغل معاه مساعده، وعشان هو شافني مساعده كويسه قوي قال لي ما عنديش مانع ان انا اعمل فيلم. حتى انا كنت داخله بقول له انا وانت نعمل مع بعض الفيلم، فقال لي لا انا هعمله. وطبعا مش هنسى دور نجلاء فتحي لانها كانت اول مره تشتغل معايا يعني كنا احنا اصحاب وانا مساعده بس يعني، وانا مخرجه ما كانش ممكن ان احنا ولكن هي الحقيقه وقفت جنبي. محمود عبد العزيز الحقيقه ما انسلوش برضو، لانه محمود جميل. كان من الناس اللي وقفوا، ربنا يديله الصحه ونشوفه في وسطنا تاني. هو محمود، لانه محمود حس ان هم عاوزين يشيلوني في اول فيلم على اساس ان انا مخرجه جديده. انا عايزه اتكلم على الحته دي، لان اكيد الجمله اللي اتقالت مين اللي بلانا بيكي دي اكيد راجل وغيران اكيد، او مخرج فاشل. لو كان مخرج يبقى اكيد فاشل. فاصل ورجعنا لكم تاني، استنونا في المتوحشه الجزء التاني. هيكون ايه، متفائله ولا متشائمه؟ انا على طول متفائله. انا بقول ممكن الجزء التاني يبقى نفس نوعيه افلامك. يلا 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 يلا.